احنا ما شفناها بشكل كبير جدا يعني. العمار مطاق في شيء لكن عدنا من عنده، فهمت شلون؟ امير العمار عدنا نعم. من عنده؟ عنده عدنا من عندنا، لكن منو عدنا؟ لا مو هاي النقطة وقفت، منو عدنا؟ ارتكاز مثل امير العمار لاعب وسط عندك امجد، امجد عطوان اي امجد وامير بنفس المستوى يعني، لكن امير يعني انت بما انه مختار فامير افضل لاعب مختار في حاله، هو الافضل نعم. زين، تغيير المدربين على المنتخب بهذه الفترة القصيرة أثر على شكل المنتخب وخيارات اللاعبين؟ وهي الكارثة اللي تكلمنا بها قبل بدء البطولة والتصفيات. هناك من وقع بفخ فخ من وقع قبله، فهمت شلون؟ هناك أناس وقعوا بالفخ قبل ما يوقع به الكابتن عدنان درجال.